طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الطلاب في مادة الموجات الصوتية لفحوصات النساء والتوليد 2، تحياتي وتقديري لكم على تواجدكم في هذه المحاضرة الجديدة. وهذه المحاضرة إن شاء الله سوف تكون مخصوصة لعمل ستوب اند تشيك، بإضافة مجموعة من الريفيو كويتشنز اللي هي في غاية الأهمية. وهذه الريفيو كويتشن ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى حنجد انها تراجع تماما ما تم تدريسه لكم في الوحده رقم واحد اور بلوك نمبر 1 من هذه الماده. وطبعا جميعنا نعرف ان بلوك نمبر 1 هي كانت وحده مخصصه لتعريف الطالب عن البراكتيكال جايد لاينز التي تم وضعها بواسطه الامريكان انستيتيوت اوف التراساوند ميديسين، واخذنا فيها كل ما مضى من محاضرات. لعلنا بعد ذلك نجحنا في أن ننتقل للوحدة رقم 2، وحان الوقت الآن لعمل نوع من الـ Stop and Check أو الـ Review Question في شكل أسئلة Multiple Choice Question للطلاب، لعمل نوع من الـ Refreshment. وطبعاً لعلي أذكر أن هذه الأسئلة وأذكرك طلبت منك أن تقوم بحلها في شكل Open Book Exam كي تضاف لرصيدك من درجات أعمال السنة. فلعلنا اليوم مع بعضنا البعض نبتدي بحل هذه الأسئلة، ونبتدي بالمرور على السؤال الأول. والآن أنا أشارك معك الشاشة وتجد عليها هذا السؤال الأول، وهذا السؤال الأول بيقول Which of the following is not part of the biophysical profile؟ أي من هذه الأشياء ليس هو جزء من البيوفيزيكال بروفايل؟ يعطينا مجموعة من الخيارات، الخيار نمبر A fetal swelling، الخيار نمبر B flexion of the limb، الخيار رقم C هو الأمنيوتيك فلويد، الخيار رقم D هو الفيتال بريسنج. يعني عاوز أختار واحد من هذه الأشياء ليس له علاقة بالبيوفيزيكال بروفايل. والإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي الخيار رقم A. الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي الخيار رقم A which is the fetal swelling. وأتمنى أنك أنت تأخذ هذه الفرصة في أن أفتح حلك مباشرة اللي موجود اللي أرسلته لي على الإيميل، وتقوم بتصحيح حلولك وتصحيح الخطأ الذي يتواجد فيها. طبعا أنا لدي نسخة من حلولك في الإيميل، سوف أمر عليها مصححا وأقوم برصد الدرجة. وأنت مهمتك الآن أن تقوم بفتح ذلك الواجب الذي قمت بإرساله لي وتصحيح الأخطاء إذا كان هنالك أي أخطاء. الحل الصحيح لهذا السؤال هو الخيار A. طيب، واصل معك في الأسئلة أو هذه الريفيو كويتشن. والآن لدينا السؤال رقم 2، والسؤال رقم 2 بعنوان For the normal biophysical profile the amniotic fluid bucket should measure. هذا هو السؤال for normal biophysical profile. السؤال يدور عن biophysical profile ويسألك ويقول لك the amniotic fluid bucket should measure. أي من هذه الإجابات هو الخيار الصحيح الذي يجب أن نمشي عليه؟ شوف الخيارات. الخيار الأول greater than 4 cm in two perpendicular planes، at least 1 cm in two perpendicular planes، C greater than 5 cm in two perpendicular planes، D at least 3 cm in two perpendicular planes. طبعا هذا السؤال بيقول for normal biophysical profile، بالنسبة للبيوفيزيكال بروفايل الطبيعي the amniotic fluid bucket should measure، يعني الجيب الذي يحتوي على الامنيوتيك فلويد حتى نستطيع أن نقيمه من خلال البيوفيزيكال بروفايل كم يجب أن تكون مقاييسه. الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هو الخيار B. at least 1 cm in two perpendicular planes. إذن الإجابة على هذا السؤال هي الخيار B، at least 1 cm in two perpendicular planes. نتحرك أكثر ونتجه الآن للسؤال رقم 3 من سلسلة هذه الأسئلة. السؤال رقم 3 يا أعزائي بيقول What is the term for the fetal presentation that is head down؟ What is the term؟ ما هو المصطلح for fetal presentation لوضعية الجنين التي يكون فيها الرأس إلى الأسفل؟ ويعطينا مجموعة من المصطلحات A breech، B crown، C cephalic or cephalic، و D vertical. وأكيد الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هو الخيار C which is cephalic or cephalic presentation. هذا هو الذي يصف المصطلح المناسبة للفيتال presentation when the head is down. أتمنى أن نكون متابعين مع بعضنا البعض، وأن نكون يعني نستفيد من تصحيح أخطائنا إذا وجدت على مستوى الواجب. طيب، لعلي أتجه معك بعد الآن للسؤال رقم 4 في هذه المحاضرة التي هي عبارة عن ونقوم فيها بعمل review question للوحدة رقم 1 من هذا المقرر.
السؤال رقم أربعة بيقول fetal presentation is determined by identifying the fetal part that is close to. نشوف هذا السؤال مع بعضنا البعض. السؤال يقول fetal presentation وضعية الجنين is determined يتم تحديدها by identifying the fetal part that is closest to. يعني وضعية الجنين يتم تحديدها من خلال ذلك الجزء من الجنين الذي يكون ملاصق أو قريب لي. مين من هذه الخيارات؟ عندنا مجموعة من الخيارات: رقم A placenta، رقم B external os of the cervix، رقم C maternal umbilicus، رقم D internal os of the cervix. الحل الصحيح لهذا السؤال هو الخيار D which is the internal os of the cervix، حيث أن الانترنال os of the cervix هو الذي يفيد جدا في تحديد ذلك الجزء من الجنين الذي يكون مجاور له، لنستفيد من هذا التحديد في معرفة الفيتال presentation. إذن الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هو الخيار D which is the internal os of the cervix. نمر بعد كده يا أعزائي على السؤال رقم 5 من هذه الريفيو question تحت مظلة stop and check 1، ونقول what is identified or what is defined what is defined as the area located posterior to the broad ligament and adjacent to the uterus which contains the ovaries and the fallopian tube. شوف هذا السؤال مع بعضنا البعض. هذا السؤال يقول لك what is defined، الذي يعرف as the area، المنطقة التي تتواجد located posterior to the broad ligament and adjacent to the uterus، يعني تتواجد خلف البرود ليجمنت و adjacent to the uterus ملاصقة للرحم، ويواصل which contains the ovaries and the fallopian tube، التي تحتوي على الأوفرز والفالوبيان تيوب. وبطبيعة الحال مثل هذا الاستفسار لا يغيب عن فطنتك، إن الإجابة الصحيحة عليه هي الأدينكسا or the adenexia. تطرقنا لهذا السؤال من خلال المحاضرات وقلنا أن الأدينكسيا يتم تعريفها بأنها تلك المنطقة التي تكون خلف البرود ليجمنت. البرود ليجمنت هي عبارة عن عضلة كبيرة تغلف الرحم والمبايض من الأمام والخلف، معهم الفالوبيان تيوب، وتقوم بتثبيتهم في مكانهم في تجويف الحوض، وتكون ملاصقة لليوترس. طبعا هذا هو من التعريف هذه المنطقة، وتحتوي على الأوفرز والفالوبيان تيوب. الحل الصحيح لهذا السؤال 5 هو الحرف A which is the adenexa، which is the adenexa or the adenexa. السؤال رقم 6 بيقول all of the following may be visualized at the correct level of the head circumference except، يعني كل يرد ذكره يظهر في ال correct level of the head circumference، يعني لما نجي نعمل محيط الرأس كل ما نشاهده من أعضاء تشريحية يظهر في صورة ما عدا. احنا نشوف ما هي هذه الأعضاء التشريحية. يقول لك الخيار A السيرد فنتريكل، الخيار B سالاموس، الخيار C كيفم سبتم بالسودم، والخيار D فالكس سيريبراي. أحد هذه الخيارات لا يظهر في ذلك المستوى الذي نهتم فيه بقياس circumference of the head. الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي الخيار D which is the falx cerebri، which is the falx cerebri، which is the falx cerebri. عليك أن تنتبه لهذا السؤال وهو السؤال رقم 6، إن الحل الصحيح له هو الخيار رقم D. أتمنى أنكم تكونوا متابعين معي أعزائي الطلاب، والآن قد حللنا 6 أسئلة، سوف نكمل حل هذه الأسئلة إلى 10، 3 أسئلة أخرى، وثم سوف أتوقف لكي أتيح الفرصة لكم أعزائي الطلاب للمداخلات. أمر من هذا السؤال إلى الرقم 7. السؤال رقم 7 بيقول لك typically with a miscarriage the serum HCG or human chorionic gonadotropin value will be، يعني قال لك يعني typically أو يعني بصورة حقيقية أو typical أو يعني حقيقية with a miscarriage، هناك حالة miscarriage. miscarriage قلنا هو عبارة عن فشل الحمل. ماذا عن مستويات ال HCG في السيرم أو في تيار الدم الذي يحدث لها؟ هل elevated تواصل الارتفاع رغم من فشل الحمل، أم تنخفض نتيجة لفشل الحمل، ولا this laboratory finding is not helpful، أم أن هذا الاختبار المخبري ليس مفيدا في مثل أحوال المسكريج، ولا أن change لا يتغير؟ ما هو الحل الصحيح لهذا السؤال؟ الحل الصحيح لهذا السؤال فشل في الحمل، طبيعة الحال لن يكون هنالك استمرارية في سيرم HCG لأن الحمل فشل وكل المكونات الآن في صدد الخروج أو خرجت أو لا تطور إيجابي في مسيرة هذا الحمل.
فبطبيعة الحال الإجابة التحليلية لهذا السؤال هي decreased، أي أن مستويات الـ HCG يحدث لها انخفاض تدريجي، decreased يحدث لها انخفاض. هذه هي إجابة السؤال رقم 7. نمر بعد ذلك للسؤال رقم 8، وهذا السؤال أيضا في غاية الأهمية لأنه يتحدث عن هذا الاختصار which is MSAFD. والـ MSAFD سوف نحاول مع بعضنا البعض نفكر هذا الاختصار غالب أن ينتبه له. هذا الاختصار MSAFB، ماذا عن هذا الاختصار؟ هذا الاختصار يا شباب هو الثلاثة أحرف الأخيرة منه which is AFB. This is alpha fetal protein، والألفا fetal protein مرتبط بحرفين في أول الاختصار، وهذين الحرفين هما MS which is maternal serum alpha fetal protein. هذا الاختصار سوف أكتبه لك الآن وأضيفه لك في خانة التعليقات لعلك تكون تطلع عليه وتستفيد منه. هذا هو الاختصار الآن which is maternal serum alpha fetal protein. ماذا عن maternal serum alpha fetal protein؟ لدينا مختصر عن maternal alpha maternal serum alpha يتواجد في هذا الرابط، ولدي الرابط الآن سوف أرفع لك الرابط في خانة التعليقات في البلاك بورد. أنا ندخل على هذا الرابط لنستفيد المزيد من المعلومات عن الماتيرنال سيرم. هو باختصار شديد is test that examines the level of alpha pregnant alpha fetal protein is produced by both the yolk and fetal liver during هذا الالفا فيتو بروتين. ما الذي قيل عنه الماتيرنال سيرم الفا فيتو بروتين؟ هو عبارة عن screening test، اختبار مختبري that examines يختبر مستويات الألفا فيتو بروتين. هذا المستوى يتم اختباره في البريجننت وومن، في السيدة الحامل، وهذا المنتوج اللي هو الألفا فيتو بروتين ينتج بواسطة اليولك ساك وكبد الطفل أو كبد الجنين خلال الحمل. فهو هنا يقول لك إذا كان هنالك حالة تسمى ب انكفالي أو انسفالي، يعني هو يقول لك إذا كان في حالة زي كده اسمها الانسفالي. الانسفالي طبعا تطور الجنين لكن يغيب الرأس، في حالة من التشوهات الوراثية التي تتواجد لدى الأجنة. ماذا عن هذا الـ MSAFB؟ الذي يحدث له؟ طبعا هذا السؤال يضيف لمعلومات المحاضرة. أنا أعي وأفهم تماما المعلومة لن نظهر لها في المحاضرة، لكن مثل هذه المعلومات تعالج من خلال هذه الأسئلة التي تظهر في شكل review question التي تضيف معلومات للمزيد. So ماذا عن هذا الـ MS maternal serum AFB alpha fetal protein في أحوال الأنينكفالي؟ ما الذي يحدث له؟ هل يحدث له elevation؟ هل يرتفع؟ هل ينقص؟ يحدث له decrease؟ هل هذا laboratory finding is not helpful، غير مفيد؟ هل لا يتغير change؟ فالإجابة الصحيحة هي الخيار A. الخيار A أنه elevated، يعني إذا كان في حالة بتاعت أنينكفالي الذي يحدث للـ MSAFB في دم الأم الحامل الذي ينتج من اليولك ساك أو ينتج من الفيتال ليفر، يجد أنه يتزايد، وهو مؤشر قوي جدا على أن هنالك حالة أنينكفالي. يعني إذا أنت تمكنت بواسطة الموجات فوق الصوتية أن تشخص غياب الرأس، يمكنك أن تؤكد ما وصلت له من تشخيص بأن تطلب من هذه السيدة الحامل أن تخضع لهذا الفحص المخبري لقياس مدى الـ AFB في الماتيرنال سيرم في دم الأم الحامل. وإذا وجد أن الماتيرنال سيرم ألفا فيتو بروتين أعلى من التيتر أو أعلى من التيتر المخصصة له أو أعلى من المعدلات المعهودة، فإن هذا ينبئ بأن هنالك حالة أنينكفالي. هنالك حالة أنينكفالي. يبقى الإجابة الصحيحة على هذا السؤال رقم 8 هو الخيار A. الخيار A، أتمنى أن نقارن حلولنا مع الحلول النموذجية. أيضا السؤال رقم 9 يكلمنا عن حالة تعرف بالجاستروسكيسس. الجاستروسكيسس هو واحد من التشوهات الوراثية التي تظهر على مستوى الجهاز الهضمي للجنين داخل الرحم. ما الذي يحدث للماتيرنال سيرم ألفا فيتو بروتين؟ يعني الآن كأنه يحاول أن يفهمنا أن هذا الماتيرنال سيرم ألفا فيتو بروتين لديه نتائج حاسمة مع أحوال تشوهات الأجنة. ويأخذ لنا الآن نموذج بهذه الحالة which is gastroschisis.
وهي حالة تجد أن أغلب مكونات الجهاز الهضمي خصوصا الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة أيضا تكون موجودة خارج البطن عند تطور الجنين. ويجب أن نفرق ما بين هذا الجاستروسكيسيس والفيزيولوجيكال جات هيرنيشن، وهو برضو حالة يكون فيها كل أجزاء الجهاز الهضمي خصوصا الجاستريك تيوبس اللي هي الأمعاء الدقيقة والغليظة خارج البطن، لكنها ترجع مرة أخرى خلال تطور الجنين. لكن عندما تفشل أن ترجع من هذه الحالة تكون جاستروسكيسيس. الجاستروسكيسيس أيضا ترتبط مع حالة أخرى اسمها الأنفالوسيل، وهو أيضا حالة يكون فيها الجهاز الهضمي بالخارج. الفرق ما بين الحالتين أن بعض المكونات التي ترتبط الجهاز الهضمي تكون موجودة داخل كيس، وهو الذي يميز حالة الجاستروسكيسيس عن الأنفالوسيل. Anyhow إحنا ما بصدد هذا الموضوع، إحنا بصدد حالة مرضية اسمها الجاستروسكيسيس. ما الذي يحدث للماتيرنال سيرم الفا فيتوبروتين؟ هل يتزايد؟ هل ينقص؟ ولا أم أن هذا اللابراتوري فايندينج از نوت هيلفول؟ ولا أن تشينج لا يتغير؟ أيضا في هذه الحالة يتزايد الماتيرنال سيرم الفا فيتوبروتين. لعلنا هنا إذا شخصنا حالة جاستروسكيسيس يمكن أن نعين على التشخيص خلال إجراء هذا الفحص المختبري الذي يسمى بالماتيرنال سيرم الفا فيتوبروتين، والذي نجده متزايد عن الحد الطبيعي. علينا أن ننتبه للسؤال رقم 8 والسؤال رقم 9. نمر بعد ذلك للسؤال رقم 10، والسؤال رقم 10 يحدثنا عن ما يعرف بالكوادربل سكرين انكلود ان اناليسيس اوف اول اوف ذا فولوينج اكسبت. ده فحص يعرف بالكوادربل سكرين. الكوادربل سكرين ان شاء الله نحاول نعطي معلومه عنه، واضح تماما من اسمه انه فحص رباعي. ماذا عن الكوادربل سكرين ان بريجننسي؟ ما هو الكوادربل سكرين يا شباب؟ الكوادربل سكرين برضه بيسموه الكوادربل ماركابل ماركر تيست، يعرف بالكوادربل ماركر تيست، وهو عباره عن نوع من السكند ترايمستر سكرينينج اور سيمبلي ذا كواد تيست از برينيتال تيست ذات ميجر ليفل اوف فور سبستنس ان بريجننت ويمن بلود. وسوف ازودك الان بالكواد تيست اختصاره طبعا، او ما يعرف بالكوادربل تيست، الفحص الرباعي. أو الكوادربل الفحص الرباعي هو عبارة عن فحص يتم فيه إخضاع السيدة الحامل لأربع فحوصات. هذه الأربع فحوصات يتم الحصول على نتائجها من خلال أخذ عينة من تيار الدم لدى هذه الأم الحامل. طيب. ويشتمل على كل ما سبق ذكره اللي هو HCG والألفا فيتوبروتين والإنهبين A والBAPPA، هذه أنماط لهذه الفحوصات. هو الآن يقول لك كل ما ذكر يتواجد من ضمن كوادربل سكرين تيست ما عدا مين؟ ما عدا الخيار الاخير which is BAPP-A، خيار ليس له اي علاقه مع هذا الفحص الرباعي. طيب الان يفهم ان الفحص الرباعي يشتمل على الاتش سي جي والالفا فيتوبروتين والانهبين A، وهو فحص رباعي بطبيعه الحال يجب ان تكون هنالك قيمه اخرى، وهذه القيمه الاخرى التي تتواجد سوف أزويتك بها بعد قليل ترتبط بالاسترول، والاسترول طبعا واحد من الهرمونات المشهورة يتم حسابها، ويشتمل على الألفا فيتوبروتين والهيومن غوريونيك جونادوتروبين which is HSG والإنهبين A، وطبعا ده أنظر هرمون ميد باي بلاسينتا. الإنهبين A لمن يسأل من هو الإنهبين A الذي ورد ما بين الخيارات، وأيضا هنالك الاسترول. الاسترول هو أحد الهرمونات التي تصنع بواسطة البلاسينتا والبيبي ليفر. يتم إخضاع السيد الحامل هذه الفحوصات عبر أخذ عينة من تيار الدم وفحوصات الكوادربل سكرين أرفقتها لك الآن. الألفا فيتوبروتين واضح أمامك، والـ HCG كما ذكر، والـ Inhibin A وهو أحد الهرمونات التي تنتج بواسطة المشيمة، وهنالك هرمون آخر تصنع المشيمة أو تصنع كبد الجنين وهو الاسترول، وهو الخيار الذي غاب من هذه الخيارات الأربعة وتم استبداله بالـ PAPP-A، هو ليس له علاقة مطلقا مع الكوادربل سكرين. يبقى الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي الخيار دي. وبالوصول إلى هذه النقطة نكون قد أكملنا الربع الأول من هذه الأسئلة. أنا هي 40 سؤال وقسمناها لثلاثة أربعة، هي ربع فيه 10 أسئلة. أكملنا الربع الأول من هذه الأسئلة، وكل ما نكمل الربع من هذه الأسئلة سوف نتيح الفرصة لأسئلة الطلاب. الآن المايك مفتوح لمداخلاتكم أعزائي الطلاب، أتمنى أن أسمعكم. أي سؤال أي استفسار أتمنى أن أسمع منكم أعزائي الطلاب.
وإذا لم يكن هنالك سؤال أو استفسار أتمنى أن تقوموا بالتشييك أو بالتأكد من أجوبتكم. فهذا المطرف ممتاز، وفقك الله ورعاك عزيزي، نحن في خدمة الطلاب يا غالي، أتمنى أن نستفيد جميعا وأن يكون ذلك نوع من المراجعة الإضافية بالنسبة لنا. أتمنى برضو أن نشوف أجوبتنا، نقوم بالتشييك على هذه الأجوبة و يعني نصحح إذا كان هنالك أي خطأ. نعم هنالك سؤال ومداخلة أحد الزملاء أو أحد الأخوان الطلاب الأبناء الطلاب بيقول جواب رقم 9 ويش هو؟ الجواب رقم 9 كان سؤال عن حالة مرضية تعرف بالجاستروسكيسيس عزيزي يزيد، وبيقول لك الماتيرنال سيرم ألفا فيتو بروتين ما الذي يحدث له في حالة الجاستروسكيسيس؟ الجاستروسكيسيس تشوه وراثي يجد فيه الإمعاء الدقيقة وبعض مكونات الإمعاء الغليظة موجودة خارج البطن عندما نفحص الجنين داخل الرحم. الذي يحدث للماتيرنال سيرم الفا فيتو بروتين يتزايد ايضا. الحل الصحيح للسؤال 9 هو ايه؟ ايضا هذه المحاضره مسجله يا جماعه وسوف تكون متوافره ان شاء الله على قناتي في اليوتيوب حتى تكون موثقه لك وتستطيع ان ترجع لها مره اخرى. الله يحييك عزيزي يزيد، شكرا لك لمداخلتك. لا اعتقد ان هنالك سؤال اخر. سوف امر على الربع الثاني من الاسئله، وهي من هي الاسئله من رقم 11 الى رقم 20. بركة الله نبتدي من جديد. نشوف السؤال رقم 11. Reduction in blood return to the maternal heart caused by a gravid uterus compressing the material inferior vena cava describes. خلي بالك من هذا السؤال، السؤال ده في غاية الأهمية. قال لك the reduction in blood، النقص الذي يحدث في الدم الذي يرجع لقلب الأم. اربط السؤال ده واحدة واحدة. النقص الذي يحدث في الدم الذي يرجع لقلب الأم نتيجة للجرافيد يوترس، نتيجة لوجود حمل في الرحم. Compressing the maternal inferior vena cava، يعني هنالك حمل في الرحم وهذا الحمل ضغط على الانفيرير vena cava. هذا الأمر يحدث عندما تنام السيدة الحامل على ظهرها، خصوصا في السير ترايمستر. يعني إذا كان في سيدة حامل نامت على ظهرها خصوصا في السير ترايمستر ونهايات السيكون ترايمستر، يحدث إنقاص لي يعني نامت سوباين، يحدث انقاص للدم الذي يرجع لقلب الام. هذه الظاهره يتم شرحها من خلال ايه؟ هل يتم شرحها من خلال الادوارد سيندروم، ام من خلال البلمونري اوبستراكتيف سيندروم، من خلال السوباين هايبوتنشن سيندروم، من خلال الريكامبنت هايبوتنشن سيندروم؟ طبعا الطالب المتابع بيلاحظ انه انا ذكرت كلمه سوباين من خلال شرحي للسؤال، تلقائيا حيمشي معي للخيار رقم سي، وبطبيعه الحال الخيار رقم سي والحل الصحيح لهذا السؤال. وهذه الظاهرة تعرف بالسوباين هايبوتنشن سيندروم، لما تتقدم السيدة الحامل في الحمل تدخل في السير ترايمستر وفي نهايات السيكون ترايمستر إذا نامت على ظهرها واستلغت سوباين يحدث لها نوع، بيحصل لها نوع من الإغماء أو الهايبوتنسيف، أو تبدأ تدخل في إغماء أو تبتدي ملامح الإغماء بالظهور، وتجدها سريعا تقوم بتغيير وضعها، وذلك نتيجة لنقصان الدم الذي يرجع إلى القلب. ليه؟ لأنه الحمل عندما تنام صوباين هذه الكتلة الموجودة في الرحم وهذا الحمل حيقفل مسار الدم عبر الانفيرير فينا كيفا، وبالتالي الدم ما حيقدر يصعد إلى القلب. أرجو أن ننتبه لهذا السؤال وهو السؤال رقم 11 وإجابته سي. عبر معي للسؤال رقم 12. السؤال رقم 12 يقول لك which of the would be the least likely indication for a first trimester sonogram. خلي بالك معي في هذا السؤال جيدا، انتبه لهذا السؤال. هذا السؤال بيقول لك which of the following، أي هذه الأشياء would be the least likely indication for a first trimester sonogram، يعني تعتبر من أقل الدواعي لفحص السيد الحامل خلال الفصل الأول من الحمل. Elevated pelvic pain، يعني ارتفاع الألم في الحوض، يعني أقلهم، يعني كلهم دواعي لكن من بينهم هنالك داعي يعتبر هو أقل الدواعي للفحص. Elevated pelvic pain، زيادة الألم في الحوض. Define the cause of vagina bleeding، أن نتعرف على السبب الذي أدى لنزف إهبلي، ولا تحديد عمر تحديد جنس الجنين gender identification، ولا diagnosis of multiple gestation. كلهم دواعي لكن أقلاهم داعيا لكي يفحص هو الخيار رقم سي، حيث أن تحديد جنس الجنين هل هو ذكر أم أنثى ليس question، ليس سؤال يجب أن نجاوب عليه في الفصل الأول من الحمل، إنما هو سؤال نحتفظ الإجابة به حتى الفصل الثالث من الحمل ربما
وربما نهاية الفصل الثاني من الحمل، حيث يكون الأمنيوتيك فلويد في ذلك الوقت كافي ويعطينا بيتر أكوستيك ويندو، نافذة وضوح جيدة ومتميزة لرؤية الجهاز التناسلي لذلك الجنين، ومن ثم الإجابة الدقيقة حتى لا نخفق في الإجابة ونفقد صيغتنا عند المريض. هذا هو السؤال رقم 12 وإجابته سي. ننتقل بعد ذلك للسؤال رقم 13. السؤال رقم 13 يقول لك all of the following would be an indication for a third trimester sonogram except كل ما ذكر يعتبر من الدواعي لفحص السيد الحامل في الثيرد ترايمستر ما عدا evaluate nuchal translucency. طبعا الخيار انت انت عارفه النيوكال ترانسلوسنسي، ولا evaluate fetal presentation نقوم نعرف او نتعرف على الفيتال برزنتيشن، ولا evaluate fetal growth، ولا evaluate gestational age. هذا السؤال اتركه لفطنتك عزيز الطالب، انت درست معي وعرفت ان النيوكال ترانسلوسنسي لا يتم قياسها في السير ترايمستر باي حال من الاحوال، وهي قيمه نلجا لها في وقت معين من الحمل بقياسات معينه لانها تنبئنا عن الداون سيندروم، تنبئنا عن الداو سيندروم، تنبئنا عن الادوارد سيندروم، تنبئنا عن الهارت ديفكت تشوهات القلب، ولا نلجا لاستخدامها في السير ترايمستر باي حال من الاحوال. لذلك الإجابة المستبعدة هنا هي الإجابة A which is evaluate NT NT هي evaluate nuchal translucency. أرجو أن ننتبه لإجابة السؤال رقم 13 وهي A. سؤال رقم 14، نمر أكثر ونعبر أكثر في هذه الأسئلة التي تراجع لنا الوحدة رقم 1. والسؤال رقم 14 بيقول لك What is described as the number of pregnancies in which the patient has given birth to a fetus at or beyond 20 weeks gestation age or an infant weight more than 500 gram. انتبه. What is described؟ ما هي المصطلح التي تصف the number of pregnancies، عدد الأحمال التي تم ولادتها بعد 20 أسبوع أو ولادة جنين يزن أزود من 500 جرام. الإجابة على هذا السؤال يا شباب يجب أن ننتبه لها، هي المصطلح المناسبة هل gravidity variety primary gravid primary virus. هي الإجابة الصحيحة، ركز في السؤال. مصطلح تشرح عدد الأحمال التي ولدتها سيدة، وهذه الأحمال كانت دائما ما تتجاوز 20 أسبوع، كانت دائما ما تتجاوز أوزانهم 500 جرام. في هذه الحالة الإجابة الصحيحة هي الخيار B variety. الخيار B، انتبه يا عزيزي، variety الخيار B، ليست gravidity وليست primary gravid الحمل لأول مرة، هنا gravidity الأحمال، وليست dreamy virus، إنما هي variety عدد مرات الإنجاب، يعني حمل واصل حتى أنجب. هذه هي الإجابة الصحيحة which is B variety. مر معي على السؤال رقم 14. The number of pregnancies is defined as عدد مرات الحمل، لماذا يعبر عنها؟ الذي يعبر عنها؟ هل الجرافيديتي؟ هل البرايتي؟ طبعا البرايتي يا شباب هنا مش عدد مرات الحمل، الجرافيديتي عدد مرات الحمل، برايتي عدد مرات الولادة، عدد مرات الولادة اللي بقى برايتي عدد مرات جرافيديتي عدد مرات الحمل الوصل الى الولادة. لذلك لما جانا في السؤال رقم 15 the number of pregnancies is defined as، وحلينا هذا السؤال قبل قليل، الحل هو جرافيديتي. اكيد الحل هو جرافيديتي، عدد الاحمال وعدد مرات الولاده برايتي برايتي برايتي. انتبه لهذا الامر يا شباب. يقول لك والله يا اخي هذه السيده G5B4، نكتب الكلام ده في خانه التعليقات، انتبه معي في خانه التعليقات. يقول لك يا اخي هذه السيده بتلقاه بعدين في المستشفى G5B4، يعني شنو G5B4؟ يعني حصل لها خمسة أحمال، حصل لها خمسة أحمال، اللي اتولدوا منهم أربعة، في واحد مصيره ما ولد G5B4. يعني لما نجيك في الهيستوري سابقا يقول لك السيدة دي سابقا حصل لها G5،
بي 4، يعني حمل الرحم ده حصل فيه حمل 5 مرات، لكن الذي يولد 4، يعني في واحد لم يولد، لم يكمل الحمل حتى لحظة الولادة. انت لازم تنتبه لمثل هذه المصطلحات جي وبي، B5 B4، ودي كثيرة الورود في طلب فحص النساء والتوليد، وانت لازم تسلح نفسك جيدا بمعرفة المصطلحات حتى تستطيع ان تتعامل مع هذه السيدة. وفهم الجرافيديتي، فهم البرايتي، تم الإجابة عنهم في السؤال رقم 14 وسؤال رقم 15. أتمنى أن ننتبه لهذه الأسئلة. طيب خلي بالك معي في هذا السؤال، وهذا السؤال بيدور حول مصطلح اسمه TBLA. انتبه معي TBLA، عاوزين نشوف ماذا نعني بهذا المصطلح TBLA. نعم TBLA pregnancy الذي يعنيه، انتبه لهذا المصطلح، المصطلح يا جماعة TBLA. نعم في أحد عنده فكرة يزودنا بالمعلومة من خلال حل الأسئلة؟ جميعنا حللنا الأسئلة. الذي نعم TBLA terminology، نسمع منكم TBLA terminology، الإجابة موجودة عندي الآن، أود أن أسمع منكم. نعم الذي يعني لنا يا جماعة TBLA؟ شباب انتم حللتم الاسئله وارسلتم الحلول، اتمنى ان اسمع منكم ماذا عن التي بي ال اي. نعم تفضل، ممتاز، هنالك مداخله. نعم طيب الاجابه فهد المطفي، هي الاجابه يا فهد؟ نعم الاجابه، انا لن اقول الاجابه الان، انا اود ان اقف معك على المصطلح تي بي ال اي. دكتور تفضل. دكتور حياك. Total number of pregnancy terminology، نشوف هذا الكلام. خليك معي، خلي المايك مفتوح، انا سوف ارفق لك عباره الان على الجروب. نعم TBLA terminology هي system used to describe obstetrical history، يعني هو نظام بيوضح تاريخ الحمل او obstetrical history، وهذا النظام بيحتوي على 3 حروف، الحرف T term births، والحرف B pre term births، والحرف A abortion، والحرف L هو living children. سوف أرفق لك هذه الاختصارات الآن، خليك معي عزيزي أحمد، مايك مفتوح، هذه الاختصارات أمامك. يعني هو نظام يا أحمد يستخدم لشنو؟ لإعطاء تاريخ عن حمل هذه السيدة. أوكي. يعني الخيار دي هو تيرم بيرس، يعني عدد الأجنة التي وصلت إلى التيرم. والخيار بي بري تيرم بيرس، عدد الأجنة التي ولدت قبل التاريخ، يعني قبل تاريخ الحمل، اللي هو قبل 37 أسبوع، كما كتب لك في التعليقات. وعندك الحرف A معناته abortions، عدد مرات الإجهاض. والحرف L living children. تمام يا أحمد؟ تمام يا دكتور. ممتاز، هذا تفصيل، والتفصيل موجود معك في البلاك بورد. المطرفي فهد قال سي الإجابة، صحيح يا فهد؟ نعم سي هي الإجابة، كلامك صحيح ومظبوط، الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي الحرف سي. إذن هذا السؤال يقول in the TBLA designation L، الحرف L ده لماذا يشير؟ يشير إلى life births، الاختصار ده L، الاختصار يشير إلى life births، والاختصار أنا فككت له كله وجبت لك هنا في الباك بورد، وتلك تي تيرم بيرس امامك الان، وبي ري تيرم بيرس، واي ابورشن، واي ليفينج تشيلدرن. يعني حس انا ممكن اجيب السؤال ده في الاختبار، اقول ان ذا تي بي ال اي ديزاينيشن ذا تي ريفير تو، وغير الخيارات، انت ما تعتمد انه السؤال مثلا ممكن يجي ال، ممكن برضه يجي بالحرف تي. وهذه الأسئلة يا جماعة أسئلة مهمة جدا، وأسئلة يعني محورية، لأنه الآن صار هنالك اختبار في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويعني ربما تجد نفسك مع بعض الأسئلة من هذه، أو ربما يعني صادف أنك أنت تواجه نفسك مع هذه الأسئلة. أيضا الاختبارات العالمية لنيل الرخصة لتخصص الموجات فوق الصوتية تعتمد على مثل هذه الأسئلة. إذا طلع تي مؤكد يتغير الجواب وتتغير الخيارات تماما، لأنه ما بين الخيارات لا يوجد هنالك يعني شيء يرتبط بالتي. وطبعا ال انا قلت لك هي ليفينج تشيلدرن، لكن من الافضل انه احنا نغيرها بدل ما تكون ليفينج تشيلدرن، لانه ليفينج تشيلدرن ما بين الخيارات نقول ليفينج بيرس وليس ليفينج تشيلدرن،
living bears E-I-R-T-H living bears معناتها ولادة لجنين حي وليس living children. أتمنى أن ننتبه لذلك. الخيار L قد يخطئ الواحد ما بين الحرف A والحرف C، لكن نقول أن الإجابة المعتمدة هي الخيار C. طيب أعزائي الطلاب، واصل معك في هذه الريفيو كويتشن التي أخذناها كأوبن بوك إكزام، وهي الآن في شكل استوبان تشيك 1، وعاوزين نعرف مستوانا، لذلك علينا أن نحل هذه الأسئلة ونغير حجم التحصيل الذي حصلناه، ونغطي على بعض الفراغات التي ربما يمكن أن تكون موجودة في المحاضرة ولم ترد معلومات لمحدودية زمن المحاضرة نفسه. شوف السؤال رقم 17. The second trimester typically refer to weeks. الآن يسألك second trimester والفترة الممتدة من أي أسبوع لأي أسبوع. خلي بالك معي، هل هو من 12 through من from 12 through 26 ولا from 13 through 26 ولا from 10 through 28 ولا from 26 through 42؟ الإجابة الصحيحة لهذا السؤال، نعم الإجابة الصحيحة للسؤال هو الخيار B. والخيار B 13 through 26. الخيار B 13 through 26 هي الفترة بتاعة السيكون ترايمستر، والكثيرين جدا يخطئوا في هذا السؤال وما يجد إجابة، ودائما تلقاه يمشي ل 28. هذا الكلام غير صحيح، أو يمشي في 26 12 26 خطأ. الإجابة الصحيحة هي من 12 إلى 26 from 13 through 26. طيب تجاوز السؤال رقم 17 ونتقدم أكثر ونحن قريبين من إكمال الربع الثاني، أي إكمال نصف هذه الأسئلة. السؤال رقم 18 يقول لك The clinical manifestation of sobine hypotension syndrome include all of the following except. طبعا هذا السؤال مرتبط بسؤال سألناه قبل قليل بيكلمنا عن sobine hypotension syndrome، ونقول أن الحل الصحيح لهذا السؤال هو بروتين يوريا. بروتين يوريا يعني يرتبط sobine hypotension syndrome كل هذه المظاهر ما عدا، مرتبط بالتاكيكارديا طبعا، الخفقان طبعا، هنالك مصطلحات يجب عليك ان تنتبه لهم، البراديكارديا والتاكيكارديا، يجب عليك ان تدرك ايهم تدل على انخفاض النبضات او ارتفاع النبضات. سو عليك ان تنتبه من هي تاكيكارديا من هي براديكارديا، لان احداهم تدل على او ترتبط مباشره بسوباين هايبوتنشن سيندروم. وطبعا heart beat faster تاكيكارديا زي ما قلت لك هي الخفقان، فيها بيحدث ارتفاع في نبضات القلب، والتاكيكارديا مرتبطه سوباين هايبوتنسيف سيندروم. ايضا نوزيا، نوزيا هي الرغبه في الترجيع، مرتبطه برضو بالهايبوتنسيف سيندروم، والبيلر اللي هو الشحوب ايضا مرتبطه بالهايبوتنسيف سيندروم. لكن البروتين يوريا، وجود البروتين في البول، هذه الظاهره لا ترتبط مطلقا بالهايبوتنسيف سوباين هايبوتنسيف سيندروم. عليه يكون السؤال رقم 18 إجابته الحرف A. نمشي السؤال رقم 19. Painless second trimester vaginal bleeding is most often associated with. يعني سيدة عندها painless غياب للألم second trimester رغم من وجود vaginal bleeding، يعني في نزف من المهبل لكن ما في ألم. ما هي الحالة المرضية هنا؟ هل هي بلاستيكا ابربشن؟ خطأ. هل هي اكتوبيك بريجننسي؟ خطأ. هل هي مسكريج؟ خطأ. هل هي بلاسينتا بريفيا؟ صحيح. إذن الإجابة الصحيحة هي D which is the بلاسينتا بريفيا، وهي ما يعرف بالمشيمة المتقدمة. بلاسينتال ابربشن يعني تمزغ المشيمة، اكتوبيك بريجننسي وجود حمل خارج الرحم، وطبعا الحمل خارج الرحم مستحيل يواصل معك لحد السيكوند ترايمستر. مسكريج أبدا، المسكريج فيه ألم بينلس، البلاسينتال ابربشو عفوا مسكريج فيه بين، والبلاسينتا الابروشو في بين، والاكتوبيك بريجننسي مستحيل نجد سيكوند ترايمستر بريجننسي حصل فيه اكتوبيك بريجننسي، يعني باي حال من الاحوال. الحل الصحيح هو البلاسينتا بريفيا، وهي امر غير مؤلم لكن يرتبط بالفاجينال بليدنج، لذلك الحل الصحيح لهذا السؤال هو الخيار D. يجي السؤال رقم 20 or number 20. All of the following are observed during physical profile. كل ما يلي يتم مناظرته او مراقبته ومتابعته من خلال البيوفيزيكال بروفايل اكسبت. فيتال تون اكيد هي من ضمن البيوفيزيكال بروفايل بارامتر، وثوراسيك موفمنت لانها من ضمن الفيتال موفمنت بتدخل من ضمن البيوفيزيكال بروفايل بارامترز، فيتال بريسنج بطبيعه الحال هي من ضمن البيوفيزيكال بروفايل بارامترز، ودي كلهم اتكلمنا عنهم في
المحاضرة الأولى من هذه المادة ما عدا الفيتال سيركوليشن، والفيتال سيركوليشن أي حال من الأحوال ليست لديها أي علاقة مع البيوفيزيكال بروفايل، لذلك الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي الخيار دي، هي الخيار دي ولقد ظللت لك عليها الآن. طيب يبقى الوصول للسؤال رقم 20، نقول نحن اختتمنا الربع الثاني من هذه الأسئلة وعددها 40 سؤال، وتبقت لنا 20 سؤال أخرى نحاول أن نمر عليها أيضا من خلال هذا أو هذا البث أو هذه المحاضرة. نعم أتاح الفرصة الآن للطلاب للمداخلات والاستفسارات والأسئلة بعد أن أكملنا هذا الربع الثاني من الأسئلة. نعم الفرصة متاحة لكم الأبناء والأعزاء الطلاب، أتمنى أن نسمع منكم إذا كان هنالك أي استفسار أو أي مداخلة، حياكم الله. طيب لا تداخل ولا يوجد أي استفسار، الجميع يتابع الأسئلة بصورة جيدة، لقد تم تسجيل الحلول النموذجية، أرجع أكرر مرة ثانية أتمنى أن ننتبه لهذه الحلول النموذجية وأن نصحح إذا كان هنالك أي أخطاء فيما طلبناه من Open Book Exam يتعلق بهذه الجزئية من هذه المحاضرة. طيب سعيد السبيعي يقول الأسئلة هذه يجي منها في الميد أو الفاينل، بطبيعة الحال نعم يا سعيد، هي نوع من المساعدة للطالب، مؤكد سوف يكون من ضمنها بعض الأسئلة التي سوف ترد بإذن الله في الميد الأول أو الميد. أتمنى أن أكون قد وفقت في الإجابة عليك سعيد، أشكرك كثيرا، لكن طبعا لن تأتي كلها بطبيعة الحال في الميد الأول أو الميد الثاني، إنما سوف يأتي بعضها ربما نحور فيها قليلا يعني حتى يتماشى ذلك مع سرية الاختبار بطبيعة الحال. نعم سعيد أسمع منك، أي مداخلة أخرى؟ طيب إذا لم تكن هنالك أي مداخلة أخرى من الطلاب سوف أتقدم أكثر في هذه المحاضرة المخصصة للريفيو ريتشن، ويجينا الآن السؤال رقم 21، والسؤال رقم 21 بيقول لك which of the following would not be decreased in the presence of Edwards syndrome. هنالك متلازمة تعرف في Edwards syndrome تكلمنا عنها بتفصيل كثيف عندما تحدثنا عنها في المحاضرة المحاضرات التي تخص الوحدة رقم 1، يقول لك أحد هذه الخيارات لا ينقص إذا حصلت حصلت حالة إدوارد سيندروم. ما هو هذا الخيار؟ هل هو الخيار A اللي هو الإستيرول؟ هو الخيار B which is HCG؟ أم هو الخيار C ألفا فيتوبروتين؟ ولا all would be decreased أم أن الكل سوف ينخفض؟ الحقيقة الإجابة على السؤال هي الخيار D، حيث أن هذا كل ما ذكر سوف ينخفض، كل ما ذكر زي الإستيرول HCG والألفا فيتوبروتين سوف ينقص محتواه عن المحتوى الطبيعي في حال وجود وارد سيندروم، لذلك الإجابة دي all would be decreased. all would be decreased. طيب نعبر من هنا إلى السؤال رقم 22، والسؤال رقم 22 بيقول لك all of the following are produced by the placenta except، كل ما يلي أو كل ما ذكر تقوم البلاسينتا بإنتاجه ما عدا. طيب هل البلاسينتا بتنتج الألفا فيتو بروتين؟ هل تنتج الـ HCG؟ هل تنتج الـ B الـ PAPP-A؟ ولا تنتج الـ Inhibin A؟ نحن قبل قليل عرفنا أن الـ Inhibin A هو واحد من الهرمونات التي تنتجها البلاسينتا. هو حاب يعرف يعني واحد من كل هذه الأشياء تنتج بواسطة البلاسينتا ما عدا شيء واحد. ما هو؟ الـ HCG أيضاً البلاسينتا تدخل في إنتاجه. وال PAPP-A أيضا البلاسينتا تهتم بإنتاجه ما عدا الألفا فيتو بروتين. الألفا فيتو بروتين وهو الخيار رقم A لا ينتج بواسطة البلاسينتا. خيار رقم A لا ينتج بواسطة البلاسينتا. أتمنى أن ننتبه لهذا السؤال وهو سؤال رقم 22، نقول أن الخيار A لا ينتج بواسطة البلاسينتا. نعم نعبر بعد ذلك إلى الخيار رقم 23 or 23، المايلو مينينجوسيل. والمايلو مينينجوسيل هي حالة يخرج فيها المينينجز الأغشية ويخرج معها المايلو اللي هو السباينال كورد. هذه الحالة من ظهر الجنين خصوصا تلك الجزئية السفلية القريبة من نهاية اللمر فيرتبرا وانت ماشي على الساكرم تجد كيس غشائي كبير موجود. هذا الكيس الغشائي تلقى فيه من الداخل تلقى فيه المينينجز، تلقى السباينال كورد موجود في ذلك المكان.
وهذا التشوه مرتبط بانخفاض الالفا فيتو بروتين او عفوا انخفاض الفوليك اسيد. انخفاض الفوليك اسيد، والفوليك اسيد هو واحد من الاحماض الذي يجب ان تاخذها السيده في شكل اقراص تبلع، خصوصا في الفيرست ترايمستر، لانه اذا هذه السيده لم تاخذ هذه الاقراص بصوره منتظمه او انخفض محتوى الفوليك اسيد لديها سوف تتطور عليها ما يعرف بالنيورال تيوب ديفكتس. والنيورال تيوب ديفكت من اشهرها هذه الحاله التي تسمى بالمينينجومايلوسيل. المينينجومايلوسيل دائما ترتبط بغياب الجزء الخلفي من الفقره او ما يعرف ب the absent of the posterior arch of the vertebra. غياب البوستيرير ارش اوف ذا فيرتبرا دائما ما يرتبط بحاله مرضيه مشهوره تسمى السباينا بايفيدا. عليك ان تبحث دائما عن السباينا بايفيدا بين التفاصيل. الخيار بي هو الخيار الصحيح، هو يعتبر الحل المعتمد لهذا السؤال. السباينا بايفيدا ليس لها علاقه بالداون سيندروم او الادوارد سيندروم او الباتاو سيندروم او الباتو سيندروم باي حال من الاحوال. سو هي حاله مرتبطه بان هنالك نقص في الالفا فيتو بروتين عنده علاقة بحالة مرضية تعرف بالنيورال تيوب ديفكتس. ومن ضمن النيورال تيوب ديفكتس اللي هي أحوال الإسباينا بايفيدا بوستيرير آرش في هذه الفقرة، وهذا يجعل هنالك مساحة وفيرة للمينينجز وللإسباينا الكورد إنه يحصل لها نوع من البروتوريوجن. البروتوريوجن هو نوع من البروز من خلال هذا الغياب للبوستيرير آرش لهذه الفقرة، والحالة المرضية تعرف بالإسباينا بايفيدا. تجد هذا الطفل يولد لديه كيس في الجزء السفلي من الظهر، كيس هنالك. ليه حصل هذا الأمر؟ لأن هذه الأم أهملت أقراص الفوليك أسيد، حمض الفوليك في الفيرست ترايمستر، أو لم تكن تتغذى على الخضروات ومنتجات الألبان والحليب بصورة جيدة في الفترة الأولى من الحمل، انخفض لديها الفوليك أسيد. هذا عن السؤال رقم 23. عبر معي عزيز الطالب مباشرة للسؤال رقم 24. والسؤال رقم 24 يقول لك the anechoic space along the posterior aspect of the fetal neck is the، ذلك المكان الأنيكويك. ولما أقول أنيكويك يا شباب نعني به شفاف خلف السطح خلف الواجهة الخلفية لعنق الجنين. الطالب المتابع والمذاكر كويس والذي انتبه لحديثنا عن النيوكال ترانسلوسنسي أكيد مباشرة لن يخفق في أن يختار الخيار سي المعتمد لهذا السؤال. ذلك ليست النيوكال فولد وليست النيوكال كورد وليست الرومب انكفالون، إنما هي النيوكال ترانسلوسنسي. هذا ما أصل يا أعزاء بالسؤال رقم 24. عبر معي عزيز الطالب بعد ذلك للسؤال رقم 25. والسؤال رقم 25 يا أعزاء يقول لك the premature separation of the placenta from the uterine wall before the birth of the fetus describes البريمر سيبريشن، الانفصال قبل مرحلة النضج الكامل في المشيمة من اليوتراين وول من جدار الرحم قبل الولادة. هذه حالة مرضية خطيرة جدا، يمكن أن تؤدي بحياة الجنين والأم، وهي ما تعرف بانفصال المشيمة. المصطلح المناسبة التي تواكب انفصال المشيمة هي البلاسينتال أبربشن. هي البلاسينتال أبربشن، وأكيد لا يغيب عنك أن الخيار بي هو الحل المناسب مثل هذا السؤال أو هذا الاستفسار. So this is placental abruption. This is placental abruption. هتكون متابعين ومواكبين لتسلسل الحلول. ممتاز. نواصل أكثر، ومواصلتنا أكثر يا أعزاء للذهاب للسؤال رقم 26. السؤال رقم 26 يقول لك something that is idiopathic is said to be. والآن السؤال عن المصطلح idiopathic. والidiopathic يا جماعة معناتها مجهولة المصدر وغير معروفة السبب. إذا أنت كنت تبحث عن هذه المصطلحة فانتبه أن الكلمة idiopathic معناتها مجهولة المصدر أو مجهولة المنشأ أو شيء مجهول غير معروف السبب. وإذا أنت كنت تبحث عن الكلمة idiopathic ما بين الخيارات، فإن التعريف المناسب لها أنها from an unknown cause. From an unknown cause بطبيعة الحال هو الخيار C في السؤال رقم 26. يمكن أن تكون found accidentally، يمكن أن تكون related to fetal development، يمكن أن تكون idiopathic caused by a functional abnormality. فهي بطبيعة الحال from an unknown cause، نتيجة لسبب مجهول، نتيجة لسبب مجهول ليس وجدت بالصدفة.
وليس اكتشفت بالصدفة. إنما الحل الصحيح للسؤال رقم 26 هو الخيار سي. الخيار سي. واصل معي عزيز الطالب، ونحن الآن نقترب من نهاية الربع الثالث من هذه المحاضرة ونهاية 75% الأولى من هذه المحاضرة، ونقول أن السؤال رقم 27 يقول which of the following forms of presentation is most common. نحن نعرف أن الأحوال التي يظهر فيها الجنين في البرزنتيشن ذكرناها قبل الآن في المحاضرات القضية للوحدة رقم واحد، لعلنا نتذكر جيدا المصطلحات مثل استفاليك، ومصطلحات مثل كومبليتش، ومصطلحات مثل فرانك بليتش، ومصطلحات مثل ترانسفيرس. كل هذه المصطلحات مرت بنا، لكن أشهر الأحوال التي نجد دائما الجنين فيها داخل الرحم هو ذلك الوضع الذي يكون رأس الجنين في الأسفل والأرجل في الأعلى. المصطلح الشائع هنا هو كيفاليك بريزنتيشن، لأن أغلب الولادات تكون ولادات طبيعية، وليس أغلب الولادات ولادات قيصرية نتيجة للبريتش بريزنتيشن أو نتيجة للترانسفيرس بريزنتيشن also. أرجو أن ننتبه لذلك. نعرف أن الكيفاليك بريزنتيشن الخيار رقم A الحل المناسب للسؤال رقم 27 يا أعزاء. عبر معي عزيز الطالب بعد ذلك للسؤال رقم 28، وما زال الإطار يدور ويأتي. The biophysical profile scoring is conducted until the fetal cooperate ولا 40 minutes ولا 45 minutes ولا 30 minutes. يعني البيوفيزيكال بروفايل كم تستغرق في عمله؟ الحقيقة الوقت الذي تستغرقه في عمل البيوفيزيكال بروفايل هو 30 دقيقة، هو 30 minutes، و 430 مينيت. يعني يجب ان تفحص الجنين لمده 30 دقيقه او 30 دقيقه او 30 دقيقه او نصف ساعه حتى تتحصل على معطيات البايوفيزيكال بروفايل الاربعه التي ذكرناها فيما مضى من محاضرات مختصه بالوحده رقم 1. ناتي الان للسؤال رقم 29، وهذا السؤال 29 يقول what is the fetal presentation when the fetal buttocks are closed to the cervix. وهذا السؤال بيقول لك يعني عندما تكون الإليتين للجنين متلاصقتين مع عنق الرحم، ماذا نسمي هذه الوضعية؟ يعني هذه الوضعية الآن الجزء الأقرب من الجنين لعنق الرحم هما البوتوكس أو هما الإليتين. وهذا السؤال يعطيك معلومة جديدة لم تذكر في المحاضرات. سؤال رقم 29، سؤال رقم 29 يا أعزاء إجابته B which is frank breach. يعني في نوعين من البريتش، footling breach وفرانك breach. والfootling breach يعني هو الذي تكون فيه الأرجل، هي الأغرب لعنق الرحم، لكن الفرانك breach هو الذي تكون فيه الإليتين هما الأغرب لعنق الرحم. إجابة هذا السؤال هو B. إذن نقول مرة ثانية الخيار D for 30 minutes هو إجابة السؤال رقم 28، والسؤال رقم 29 B frank breach والإجابة الصحيحة B فرانك بريتش. نأتي إلى السؤال الأخير في هذا الربع الثالث من هذه الأسئلة، والذي بنهايته نكون قد وصلنا ل 75% من حجم الأسئلة. والسؤال رقم 30 or question number 30 said which of the following would not typically produce an elevation in HCG. أي هذه الأحوال لا يمكن أن تؤدي بأي حال من الأحوال زيادة مستوى الهيومن كوريونيك غونادوتروبين. داون سيندروم ترتبط بوضع شديد بزيادة الهيومن كوريونيك غونادوتروبين، والترايبلويدي اللي هي التشوهات أيضا ترتبط بزيادة إفراز هرمون الهيومن كوريونيك غونادوتروبين، والمولر بريجنانسي أيضا يرتبط بزيادة إفراز هرمون الهيومن كوريونيك غونادوتروبين ما عدا الخيار B which is an embryonic pregnancy. an embryonic pregnancy يعني هذه الحالة which is الخيار رقم B هي التي لا ترتبط بأي حال من الأحوال بزيادة هرمون الهيومن كوريونيك غونادوتروبين، أي أن الخيار رقم B هو الحل الصحيح لهذا السؤال. الآن وصلنا للسؤال رقم 30، وكما هي العادة we should stop right now to listen for the question of a student. الآن للاستماع لأسئلة أبنائنا الطلاب واستفساراتهم. أتمنى إذا كان هنالك أي استفسار أو أي مداخلة في هذا الربع الثالث من هذه المحاضرة أنت تفضلوا مشكورين. نعم اسمع بليز. الإخوة المتواجدون معي أرجو أن أسمع منكم. طيب شاكر ومقدر، أرجو أن ننوه مرة أخرى لأن هذه الحلول النموذجية ونقارنها مع
قمنا بحله في الأوبن بوك إكزام. واصل ما ينقطع من حديث في 25% الأخيرة من هذه المحاضرة أو الجزء الأخير من هذه الأسئلة، وهي 10 أسئلة بقية للسؤال رقم 31. والسؤال رقم 31 يا عزاء يقول the triple screen typically include an analysis of فحص اسمه الفحص الثلاثي. أنت سابقا عرفت الفحص الرباعي، الآن عاوزين نعطيك معلومة عن حاجة اسمها الفحص الثلاثي. الفحص الثلاثي لا يخرج من ثلاثة، هما ال HCG ألفا فيتو بروتين أن استرايول. الحل الصحيح لهذا السؤال هو الخيار A HCG ألفا فيتو بروتين أن استرايول. هذه هي مكونات الفحص الثلاثي الذي يجرى للأم الحامل. نخرج من هنا ونأتي لسؤال آخر وهو سؤال رقم 30 or 32 the dilation of the renal collecting system، التوسعات التي تصيب الجهاز البولي أو المجرى البولي أو النظام البولي أو renal system renal collecting system اللي هو نظام التجميع في الكليتين. وطبعا هنا مقصود به والميجر كاليسيس والماينر كاليسيس وقبلها النيفرونز التي تجمع، ثم نأتي للرينال بيلفيس، بعد ذلك يأتي الحالب. التوسعات التي تحدث على مستوى هذا الكوليكتنج سيستم على مستوى الكليتين secondary to the obstruction of the normal urine defines الحالة المرضية اللي موجودة هنا. ماذا تعرف؟ هل تعرف بالنيفروكالسينوزيس؟ أبدا، مستحيل تكون نيفروكالسينوزيس، لأنه نيفروكالسينوزيس هو عبارة عن ترسب الكالسيوم على. هل هي رينال كالكيولاي؟ أبدا، هي ليست رينال كالكيولاي، إنما هي مسببة بواسطة الرينال كالكيولاي ربما. هل هي urinary stasis توقف البول عن الخروج؟ أبدا. الحل الصحيح هو الهيدرونفروزيس. الهيدرونفروزيس هي العبارة التي تعبر عن ذلك، وهو تضخم الكليتين وتوسعهم نتيجة لاحتباس البول في الكوليكتنج سيستم وعدم مقدرته على العبور إلى الحالبين نتيجة لوجود حصوات تمنع ذلك وتعيقه. لذلك قلت لك أن الحصاوي الكلوية هي المسبب في هذه الحالة وليست هي المصطلح التي تعبر عن هذه الحالة. لذلك الحل الصحيح لهذا السؤال هو الخيار B which is the hydronephrosis which is the hydronephrosis which is the hydronephrosis. ممتاز. نعبر بعد ذلك لسؤال آخر في سلسلة هذه الأسئلة، والسؤال الآخر الذي نمر عليه هو السؤال رقم 33 and it stated that the physiological ovarian cysts that develop after ovulation has occurred. هنالك كيس فسيولوجي ينمو على مستوى المبيضين بعد عملية التبويض، ما اسم هذا الكيس؟ هل هذا الكيس هو السيكا internal cyst أم هو Graafian cyst أم هو Corpus luteum cyst أم هو cystic teratoma؟ الإجابة الصحيحة على هذا السؤال طبعا، وهذا السؤال معروف لدى الجميع ولكل الممارسين، أن هنالك كيس يتكون على مستوى المبيض بعد عملية التبويض. هذا الكيس هو ما يعرف بالكوربس ليوتيم سيست، هو ما يعرف بالكوربس ليوتيم سيست ويختفي تدريجيا. انتهي لهذا السؤال. السؤال الإجابة في سي، كوربس ليوتيم سيست، الإجابة في سي. نمر بعد ذلك للسؤال رقم 34 والسؤال رقم 34 the protein that is produced by the yolk sac، وهذا السؤال جاوبنا عنه، والفيتال gastrointestinal tract والفيتال ليفر. من غير تفكير اكيد الاجابه هي A لانه جاوبنا عليه قبل الان، which is the alpha feto protein، which is the alpha feto protein. لذلك السؤال 34 اجابته هي A. عبر بعد ذلك للسؤال رقم 35 which is the following best describes the optimal instance to take the femur length measurement، which of the following best describes the optimal instance optimal instance to take the femur length measurement، يعني افضل وسيله لقياس الفيمر length measurement هي عندما تتوفر optimal instance، لحظه مناسبه او لحظه يعني تتوافر فيها كل الشروط. ما هي هذه اللحظه؟ هل لما يكون الابيفيزيال بليدز ار كليرلي ايدنتيفايد اند ذا شافت از بررت ساوند بيم، يعني الابيفيزيال بليد القمم الناميه ظاهره والشافت في مبرر للساوند بيم، أم أننا من تكون الديفيسيس وهي النهايات النامية للفيمر is parallel to the sound beam موازية للساوند بيم، ولا وين the long axis of the femoral shaft is perpendicular to the sound beam،
أنه وين ذا فيمورال شافت إز بارلل تو ذا ساوند بيم؟ والإجابة الصحيحة على هذا السؤال هي الخيار C. تناولناها عندما تحدثنا عن الفيتال فيمورال لينس من ضمن القياسات التي يتم إجراءها على الجنين. Means the long axis of the femoral shaft is perpendicular to the sound beam. عندما يكون عمودي مع sound beam وليس موازي للsound beam. لأن كل الإجابات السابقة تم استبعادها لوجود كلمة parallel فيها. كلمة parallel هنا ليست مفيدة. إنما المفيد هي كلمة perpendicular. وهو سهل لك لأنه أورد لك كلمة parallel 3 مرات. فأثار الشك في داخلك وبطبيعة الحال أنت سوف تختار الخيار الذي لا تتوافر فيه كلمة parallel. جهنا تلقائيا لكلمة perpendicular. سؤال رقم 36 تضمن circumference which is محيط البطن should include all of them. يعني إذا عملنا صورة لمحيط البطن يجب أن تشتمل على كل الآتي ما عدا كليتين لا تدخلا في محيط البطن عندما نهم بقياس محيط البطن وهو ما يعرف بالabdominal circumference الذي نستفيد منه مع الفيتال فيمورال لينس باي بارايتال دايمتر لحساب الفيتال ويت أو لحساب وزن الجنين. يجب علينا أن تشتمل الصورة على الفيتال استومك معدة الجنين الفيتال سوراسيك سباين قرات الأمبلايك الفين لكن لا نهتم كثيرا بأن تدخل الكليتين معنا لأن دخولهم سوف يؤدي لخلل في الصورة. سؤال 34 ونحن نقترب من الخواتيم كثيرا which of the following artifact is produced when the sound beam is parallelly attenuated through a fluid or a fluid containing structure. طبعا هذا السؤال سؤال يراجع لك المبادئ الفيزيائية العامة أكيد الأكوستيك إنهانسمنت هو الإجابة الصحيحة أن الموجات الصوتية عندما تعبر سائل هنالك حزمة تتكون خلفها وهي حزمة مضيئة وهو ما يعرف بالبوستيرير أكوستيك إنهانسمنت. سؤال رقم 38 which of the following artifact is caused by attenuation of the sound beam توهين الموجة الصوتية أكيد الخيار C posterior shadowing والمرتبط بذلك لأنه الموجة الصوتية عندما تضغط على ستون اللي هي حصوات على سبيل المثال لا تستطيع أن تعبر من خلاله وهذا يؤدي إلى تكون حزمة سوداء خلف هذه الستون وهو ما يعرف بال posterior acoustic shadow. posterior acoustic shadow الخيار C هو الحل الصحيح. نأتي للسؤال رقم 39 يقول which of the following would be least likely associated with the elevation of maternal serum alpha fetoprotein. أي من هذه الأحوال يكون لديه ارتباط بارتفاع الماتيرنال سيرم الفا فيتوبروتين لكنه ارتباط ضئيل أو ارتباط خفيف؟ هل هي الانينسيفالي أو الانينسيفالي؟ هل التيرنر سيندروم؟ هل السباينا بايفيدا؟ هل المايلو منينجوسيل؟ الإجابة النموذجية هي التيرنر سيندروم حيث أن التيرنر سيندروم هي واحدة من التشوهات التي تنشأ على مستوى الجنين ليست لديها علاقة كبيرة إنما هي علاقة طفيفة مع الماتيرنال سيرم الفا فيتوبروتين. Lastly we come to the final question الذي نختتم به الربع الرابع من هذه الأزلة نختتم به 25% الأخيرة لنصل بنسبة حل الأزلة لنسبة 100% وهو السؤال رقم 40 وفيه نقول which of the following is also referred to as trisomy 13. ما هو الاسم الثاني للترايزومي 13 وبطبيعة أترك لكم هذا السؤال لكم أنكم تعرفون إجابته مسبقا لقد تحدثنا عن ترايزومي 21 ترايزومي 18 ترايزومي 13 ولا يمكن أن نقول أنها داون سيندروم ولا يمكن أن نقول أنها إدوارد سيندروم ولا يمكن أن نقول أنها تيرنر سيندروم بطبيعة الحال وبكل ثقة نقول أنها هي الباتاو سيندروم أو باتو سيندروم في نطق آخر. أكون هكذا يا عزة حللت لكم وعطيتكم الأجوبة النموذجية لهذه الأسئلة التي طالبنا أن تكون في الشكل open book exam يرسل بنهاية الوحدة الأولى وهو ما حصل فعلا وتضاف درجات هذا الأوبن بوك إكزام على درجات أعمال السنة خصوصاً جزئيات العملي وذلك ما سوف يحدث بإذن وهذا لا ينفي أننا يمكن أن نستعين ببعض هذه الأسئلة مع تغييرات عليها لكي تنبعة الاختبار الفصل المناسب تنبعة الاختبار النهائي. وأود أن أعلن أننا أيضاً بصدد الانتهاء من الوحدة سوف ترسل لك مثل هذه الأسئلة أو مثل هكذا أسئلة على جروب الواتساب لكي تمثل لنا Open Book Exam نمبر 2 بإذن الله تعالى. أنا قد وصلني الآن وبعد المهمة التي رصدت لها هذه المحاضرة التي هي عبارة عن Stop and Check Picture for this review question أود أن أتيح الفرصة لأخوة الطلاب إذا كان هنالك أي أسئلة أو استفسارات أن يتفضلوا قبل أن أختم هذه المحاضرة. نعم يا أعزاء الفرصة أمامكم
في المشاركة والمداخلة من درجة الواجبات يا دكتور. هذا الموضوع سعيد السبيع أشكرك عليه، سوف أتطرق له تحت الهواء إن شاء الله لاحقا بإذن الله. أشكرك على هذا السؤال، إذا كان في مداخلة أخرى تدور في إطار الأسئلة أن أسمعها. طيب أود أن أنبه أن هذا البث مسجل وسوف يكون متوافر لك إن شاء الله على قناتي في اليوتيوب بعنوان صوبان تشيك نمبر 1 بعد قليل إن شاء الله. لقد وصلت للختام، أشكر لكم حضوركم واهتمامكم، وفي الختام أصلي وأسلم وبارك على سيدنا رسول الله الأمين، وألتقيكم إن شاء الله في محاضرات أخرى قادمات من سلسلة محاضرات هذه المادة، وتقبلوا تحياتي وتقديري واحترامي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.